أنا أتصور مثل ما قال أستاذ فاضل، هناك نعم فعلا هناك من يحاول أن يصدر كأنما مثل ما هناك أكو تطرف عند المذاهب الأخرى، كذلك عند الشيعة هم كذلك أكو هناك يعني محاولة تصدير مثل هكذا فكرة. نعم. ولكن أقول مرة أخرى، أنا لما تابعت بصراحة يعني القنوات التي حاولت أن تتبنى الترويج لمثل هكذا أفكار، أو على الأقل أن تتبنى الترويج للأخبار عن هؤلاء، بصراحة وجدت أنه الكثير من هؤلاء من السلفيين وخاصة من المصريين. بس الآن إذا تبحثين في اليوتيوب راح تجدين هواية من القنوات والشخصيات المصرية السلفية حاولت أن تتحدث عن هؤلاء بشكل واضح وتضخم من حجم هؤلاء. ترى الضحايا ليس كثيرون، والأعداد المنتمين لهذه الحركات هم قليلون جدا، وإنما هي محاولة أنه تشويه سمعة المذهب بهذا الشكل، وأنه كل فترة طالع من عندهم جماعة يعني متطرفة.